طلعت عليه ان شاء الله نسوا امني كين أي دورة مقبلة إلى أن يتم التوصل إلى تصميم تهيئة شامل يعني قلنا شامل يستجيب لتطلعات الساكنة في إعادة عجلة التنمية التي تعتبر لحد الساعة راكدة جدا. الجانب البناء اللي هو منه تقتت غالبية الساكنة ديال كزنايا ما كاينش، متوقف هذه سنتين على الأقل. هاد الناس هادو هما واش ما كنفكروش فيهم؟ كلنا، أنا كنتكلم المجلس اللي كيمثل الساكنة، الولاية، الوكالة الحضرية، هاد الناس هادو هما اللي كيعيشوا من هاد المصدر الرزق ديالهم اللي هو البناء، ما محله من الإعراب. في اللحظة اللي ما كتدرج لهم شي هذه النقطة هذه هي في جدول الأعمال، راه أنت تستهين بهم وتستهين بمصائرهم ومصائر أبنائهم. نقطة ثانية وهي الشواهد الإدارية. هذه الشواهد الإدارية مع الأسف هذه التعقيدات التي طالتها لحد الساعة ما سببها؟ أنا عندي تفسير واحد من هذه النقطة هذه هي وهو أن أمانديس كبر عليها الحمل واستنجدت، انا اقولها اتحمل المسؤوليه ديالي، واستنجدت بالسيد الوالي السابق، قالت له غير شوف كيفاش تعمل توقف هذا النزيف ديال الناس اللي كيجيو لعندنا للامانديس وكيجيو للجامعه، حاول نعملوا شي تخريجه باش نقللوا من هاد الشواهد الاداريه. هل يعلمون كلهم بان هاد الشواهد الاداريه اللي كيطلب فيها المواطن الماء والضوء والواد الحار، هل يعلمون بان المنع ديالو من هاد الشهاده الاداريه غيعيدنا الى ديك الحفار الصحيه وبالتالي انتشار الاوبئه والامراض؟ والحالات كثيره عندنا في الاحياء ناقصه التجهيز، احياء كثيره كيجيب سميتو الخدام كيحفر الحفره وكيخرج واحد غدا تحفر انت واخر يحفر غدا واخر يحفر بعدو حتى غادي نوصلوا الشيء اللي كنا كنحاربوه زمان غادي نرجعوا ليه مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاه وسلام على اشرف المرسلين. نيابه عن السيد الرئيس جمعيه كزنايا، قمت بتسيير هذه الدوره اليوم الدوره العاديه من شهر ماي 2024. كما يعلم الجميع التي تطرقت لعدد من النقاط، وكان يعني مبرمج فيها 6 نقاط. من هذه النقاط كان برمجة الفائض الذي تم تأجيله إلى حضور السيد الرئيس، خصوصا أنه الأمير بالصرف، وكان هناك بعض الأمور اللي هي وجوب يعني حضوره من أجل المعالجة لظروفه الصحية، يعني لم تعثر يعني عليه الحضور للجماعة. النقاط الأخرى التي تم يعني إدراجها داخل الدورة العادية وهي بالخصوص يعني بعض القوانين وبعض التعديلات اللي هي كانت تهم قطاع النظافة والصحة والملك العمومي، يعني استغلال الملك العمومي. المهم كانت نقاط يعني اللي هي تصب في صالح منطقة جامعة كزنايا، ومن أجل وصف في استغلال الملك العمومي من أجل إدخال يعني على مداخل الجامعة بعض الأمور التي تهم المداخل ديال جامعة كزنايا. كما يعلم الجميع، وكانت بعض النقاشات للحقيقة رغم أنها غير مدرجة داخل جدول الأعمال للدورة العادية لشهر ماي، إلا أنها صحة ديمقراطية داخل تراب المملكة، وناقشت عدد النقاط والجواب على كل الإخوان. كان هناك مناقشة تصميم التهيئة يعني والتعثر ديالو والتأخر ديالو، كما قلت يعني بحكم السيد الوالي الحالي اللي يشرف بنفسه كذلك على هذا الأمر، والسيد الرئيس بذاته كذلك يشرف هذا الامر، الامر ان شاء الله في طريقها الصحيح. طبعا المواطن كما يعني سبق، المواطن ينتظر منذ مده، خصوصا المناطق كما قلت غير المهيكله جامعه كزنايا التي المواطنين الحق يعانون من طلب الرخص. كانت هناك بعض المناقشه خارج يعني جدول الاعمال اللي هي الشواهد الاداريه ديال الماء والكهرباء. اقول من هذا المنبر ان الامور
تصب يعني في طريقها الصحيح. هناك لجنة، هناك لجنة فيها سلطة وجماعة ومهندس. طبعا لم يعد الأمر كما كان سابقا، إعطاء الرخصة بطريقة يعني حط الدوسي ديالك وجماعة ودي شهادة إدارية. الأمور حاليا تدرس عن إطار لجنة، هناك منصة للمهندس للزبناء، يعني الدوسي يعني كما يعني بدك ياخذ الامور ديالو. يعني من هذا المنبر يعني اقول للمتداخلين يعني في التسريع، خصوصا شركه المهندس، يعني تسريع المواطنين عدم تاخر يعني ديال اعطاء الشواهد واعطاء الرد للماء والكهرباء. والجماعه كذلك قامت يعني بالتواصل مع اخوان شركه المهندس من اجل حل هذا المشكل. المهم الدوره مرت يعني بشفافيه وديمقراطيه كما راى الجميع. هناك كان نقاش بين أخذ وعطاء، وكانت يعني نقاشات صحية. كانت الجواب يعني كان هناك بعض الإخوان يتطرقوا إلى يعني ميزانية ديال التنمية ديال جماعة ديال الزناية اللي شملتها سابقا نانسي الوالي ميديا سابقا، واللي في الحقيقة هناك بعض الإخوان يطالبون يعني باستمرارية طبعا المداخل جماعة الزناية والميزانية ديالها. يعني نحن نسير الوضع على حسب الالتزامات اللي عندنا والخلاص اللي حنا نخلصوه. طبعا هناك مترافق يعني مرافقين الشركات اللي كتخدم خصها تخلص الفائض المداخل ديالو. المهم نحن نسير الوضع ان شاء الله ونوعد المواطنين في الافضل في جماعة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.